كلام دمه تقيل، نحاول نشوف حاجة دمها خفيف نختم بيها. نشوف عمرو أديب تعليقه بعد خسارة الأهلي. بقول لكل جمهور الأهلي لا تحزن، بقول لكل جمهور الأهلي لا تحزن. من قلبك؟ من قلبي والله. طيب ماشي. لأنه الأهلي خسر بشرف، الأهلي وصل للنهائي، الأهلي النهاردة الحكم كان برضو يعني ما كانش لطيف معاه، ما كانش محايد بقدر كافي، ما كانش عادل بقدر كافي. أنا بقول للأهلي ما تزعلش، ويبدو أن الأهلي الدولاب بتاع الجوائز عنده في النادي اتملأ قوي، يعني ما كانش فيه مكان للبطولة دي. وبقول للأهلي الجايات أكتر من رايحات إن شاء الله، شرفتونا وأداء محترم وأداء مشرف. بنشكر النادي الأهلي، بنشكر المدرب المخلص البطل حسام البدري. الدولاب ما كانش فيه مكان؟ لا، هو بيشكر الأهلي، بيشكر جمهوره، بيشكر حسام البدري، وإحنا بنشكره وبنقول له والله يا عمرو يعني راجع نفسك، أهلا بيك. لكن الدولاب فوش مكان، ده إيه؟ دولابنا أول سايز يا ابني، أي جوايز تيجي أهلا وسهلا. هل من مزيد؟ أمال هنعمل المتحف ده؟ إحنا عايزين نعمل المتحف من 6 أدوار بإذن الله. مشروع للمتحف.